كرهبتك خريدة أبعث البنيولة خرجها دلولة خرجها مهبولة حلوفة فتولة كسر وما تخافشي كرهبتك مبيلة خرجها أباتشي فم 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 وحال أكسيلاري دخن العجالي ما ترجعهاش التالي ما تحشمشي كان كرهبتك على الحيطة جيبها للجراج تولي نيد فور سبيد تخرج كيف ديزل فيه فاست اند فيريوس وريهم البانيولا ليتس بي سيريوس بول الواق اوف 6-4 هيت ذا سويتش شو نيجز هاو الشيت جو وحل الموسيقى زيد الباص في البازوكا برشا حس في المرميطة لين الحومة تتشوكا زيد في الفيتاس لين الكونتور يتبلوكا كرهبتك عريسة ان شاء الله مبروكا ليتس رايد ليتس جو ليتس جو. للمشاركة في الموسم الثالث من بانيولا وتزيد توفر حظوظك أكثر، ما عليك كان تبعث SMS فيه BAN على الرقم 85-944 BAN على الرقم 85-944. كالعادة تعدينا المكتب الأستاذة زهرة الرعاش العدل المنفذ اللي باش تقوم بعملية الفرز واختيار الكرهبة الفائزة معنا الجمعة هذه. بعد ما قامت الأستاذة زهرة الرعاش باختيار الفائز معنا الجمعة هذه، إيكيب بانيولا باش تتحول على عين المكان وباش تقوم باستلام السيارة من عند الفائز معنا. مدام منيسة عسلامة. عسلامة. إيش الأحوالك؟ تمام الحمد لله. صحتك لاباس؟ الحمد لله يعيش. هذه الكريهبة؟ أي. هيا بيه، نجم نشوفها؟ بيان سور تفضل. تبارك الله، من غير ما نشوفها ديجا باين كل شيء من بعيد، من غير ما نقرب معناها. باينة تعرف تسوق مدام. علق. الضربات. خلينا نزيد نعمل دورة أخرى. أيوة يا فما برشا ضربة هاي ضربة أخرى يا مدام قداش عندك تخذيت برمي؟ والله عندي برشا أما هذه الكرهبة الأولى اللي خذيتها. إيه الكرهبة الأولى معناها شنو ما تقديش ديما تدقدق فيها خاطر الكرهبة الأولى مش مشكلة تعلم عليها يعني بتسوق فيها أنت ولا العائلة كل مع بعضكم؟ أنا والمسيو دونك كيفاش تحبها معناها حاجة معناها عائلية مش متاع يعطيك الصحة مش معمولة سبيسيال مولي فهمت أما مدام الانتريور بين فمش مشاكل أخرين أنا ما توبوا ذي اللي بيني من برا معناه وبين الانتريور زاد نتاعو حاله وهي بين أماكن على راسها بلقدي بلقدي عندكش مشاكل أخرين في الكهرباء والله شو باش نقول الكليماتيزور نتاعها ما يخدمش ساعات كي ندور المفتاح ما تخطفليش من أول مرة تبارك الله ها فيها شوية مشاكل فهمتك ديجا أنا بدي من أول مرة باش نخطف ذي كان هذا كل ما يمشيش مازال فيها يمشي الأربع عجل قاعدين يهزوا واحدهم على الأقل باهي مدام أنيسة تعطينيك المفتاح اي تفضل معناتها شنو بالدزين باش نهزك مربي والله لابس نتقابلوا إن شاء الله وقت تحضر الكهرباء وتو من بعد غاديك كيف الكل تو تشوف شنو فما وما فماش وبإذن الله تلقى كهربتك مزيان إن شاء الله دخلت الكهرباء للجراج بانيولا ونبداو ليكيب في تفريكها ويعملوا لها في الكونترول دي دياغنوستيك
الكهرباء قديمة فيها برشا مشاكل، برشا قطايع لازمها تتبدل، وبرشا خدمة في الميكانيك والكاروسري. إيكيب بانيولا بدأوا في تصليح الطولة برشا خدمة تستنى فيهم في البارتي كاروسري. الكهرباء كلها سوس ومعبية بالسونتوفير. مرحبا بكم في شوروم مارباتينيل. مارباتينيل هي البارتنير اوفيسيال دو ليميسيون بانيولا. احنا سوسيتي سبيسياليزي في التونينغ نتاع الكراهب، بيان سور انواع الكراهب الكل من الباد جام حتى الهوت جام. عندنا لارج جام في لي جونت كيما تراو، في لي كيت كاروسيري، في لي باراشوت، في لي فو افون ليد، في لي فو ستوب، tout ce qui est DVD, sonorisation, amplification, hatta les accessoires صغار لي بورتيكليي، لي كاميرا، تو تيونينغ، معناتها تو اكسسوار نتاع الكراهب موجود عندنا ان شاء الله في ماربا تيونينغ. ماربا تيونينغ مساهم برشا في بانيولا في لي تغوا سيزون تاعها، كما زادا يخدموا في خدمة كبيرة أغ بانيولا، وهذه لمحة بسيطة على الخدمة متاحهم. بالنسبة للجول سيت هذه بدلنا إن لوك كامل، معناها لوك R400 تيتان كيت فيه باراشوت أفون، باراشوت أرير، ودو باد كيت، ودي جونت أون 18 بوس. زادنا بدلنا معهم دو فا أفون تاع الجول سيت الفيس ليفت، ودو فو دو ستوب أرير تاع الجول سيت فيس ليفت بالفو بيناتون ديناميك. زادنا بدلنا إن ليني دي شابون كومبليت كيما تراو فيه. وبالنسبه للانتيريور بدلنا فولون كيما تراو فيه ايرلاين، وزدناها ان بوست اندرويد مع اكران 17.2 بوس معها كاميرا دوريكي. هكا وريناكم الخدمه اللي صارت على الجولف سيت هذه الكل من اج كازيت. وكان تحبوا تشوفوا خدمه اخرى اللي تخدمت اور بانيولا ولا في بانيولا، تنجموا تشوفوا بحذانا في شوروم ماربا تيونينغ اللي موجود في طريق المرسى، ولا تزوروا الباج فيسبوك بتاعنا ماربا تيونينغ. إيكيب بانيولا هزو الكهرباء للغ دو بريباراسيون، وين باش يبداو عملية لي بريباراسيون كاروسري. كهربتنا نتاع الجمعة هذيا جاتنا مضروبة بالتبروري، ويل كليما نتاعنا في تونس حكيت هذوما يصيروا ديما. السقف كان فيه برشا نقب، هذاك علاش نستعملوا لها أن برودوي سبيسيال اللي هو ماستيك ألومنيوم اللي باش يغلف لنا نقب الكل. يعطينا كوش جديده اون ديغي كوش نتاع طول للكهرباء. بعد نكملوا نخدموها بالماستيك سوفل نتاعنا كالعاده، جوست نكملوا التينيسيون. وكيكا تكون الكهرباء ما عاد فيها حتى ديفو، ما عاد فيها حتى اونجولاسيون، حتى نقص. بيان سور مرحبا بكم هوني بحذانا في برج الكهرباء العروس، باش تلقاو لي برودوي سبيسيفيك لكل ديغا في كهربتكم، وتلقاو صنايعي عندهم صنع في ايديهم باش يخدموا ويخرجوا كهربتكم لاباس عليهم. مرحبا بكم. وبالطبيعة للإتاب هذي إيكيب تكنيك متاع CAP اختارونا لزاكسسوار إكسترا كولور باش ينصلحوا بها السرفاس متاع الكهرباء. ماستيك إكسترا كولور سهل في الابليكاسيون والبونساج اللي استعملنا فيها البروسيس دي بونساج أسيك بالبونساج روبيس دو CAP اللي ديسك دي تروازين. إيكيب بانيولا قاعدين يغلفوا في الكهرباء باش يعديو لابخي اللي اخترنا باش نستعملو فيها بخي إكسترا كولور، باش نضمنو سيرفاس بيان ريباري. طريقة استعمالو تضمن لنا سيرفاس تولي كوفيرت ومحمية وتولي حاضرة للدهينة.
ليكيب بانيولا حضرت ليستمتع لي برودوي وليزيكيبمون اللازمين لتصليح الكهرباء ومشاو للا كومباني افريكان دي بانتور سي ا بي باش ياخذوها. لا كومباني افريكان دي بانتور لي دور ان تونيزي في دور الكراهب وليزيكيبمون دي غاراج. تعدينا للشاوروم في بنعروس وين باش يزودونا بلي برودوي 3M اكسترا كولور اوتو كولور وليزيكيبمون دي غاراج كيف روبيس جيس وبرشا حاجات اخرين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في سنتر دو فورماسيون اتش تي سي في بنعروس. بخلاف البانتور والاكسسوار اللي نوفره لكم في الخدمه نتاعنا، لا كومباني افريكان دو بانتور توفر لكم زاده الماتيريال النيسيسير للخدمه نتاعنا في اي جراج، سواء كان جراج باش يبدا وباش يحل وباش يبدا يخدم من جديد، والا جراج قاعد يخدم ويحب يجدد الماتيريال نتاعو. اليوم باش نحكيو على لي كابين دوفور اللي موجوده عندنا في الكومباني افريكان دو بانتور. عندنا لا مارك بلوتيرم اللي هي ماركه عالميه، هي كابين دوفور فيها الخاصيات الفنيه الكل باش تخرج لنا نتائج كبيره برشا ونتائج خارق العاده في الكرهب نتاعنا وقت اللي ندهنوها وسط الكابين. بالاضافه للكابين دوفور لا مارك بلوتيرم زاد توفر لنا ديزيل دو بريباراسيون من اعلى طراز. ديزيل دي بريباراسيون هذوما كما نعرفوا الناس الكل نحضروا فيها الكهرباء قبل ما ندخلوها للدهينه، من الماستيك من لي زابري الكل نجم نحضروها في اللي في اللي في ديزيل دي بريباراسيون اللي باش تعطينا نظافه ونتيجه بين بعد وقت ندخلوا الكهرباء في لي كابين دو فور ونكملوا الدهينه نتاعنا. لا كومباني افريكان دو بانتور زاد توفر لكم كابين دو فور اللي هي ماركه زاد عالميه، لا مارك فيرات ماركة عالمية فيها زادة الخاصيات الكل باش تعطينا أحسن النتائج وقت اللي ندهنوا في وسطها الكهرباء. نحب نعلمكم اللي لا كومباني افريكان دو بانتور توفر لكم التركيب مجاني، اون بليس المتابعة الفنية من سيرفيس ابري فونت، متابعة كاملة من قطاع غيار والسيانة. ولمزيد من الإرشادات نجموا تتصلوا بنا ديريكت هنا في سنتر دو فورماسيون اتش تي سي في بنعروس، وإلا على موقعنا فيسبوك كومباني افريكان دو بانتور. بعد ما كملوا البريباراسيون كاروسري ايكيب بانيولا دخلوا الكهرباء للكابين دو بانتور وين باش يحضروها للدهينه. بالبابي ماسكاج وسكوتش اس 80 بداوا في تغليف الكهرباء. بعد ما غلفوا الكهرباء ومسحوها بالديغريسون، ايكيب بانيولا باش يستعملوا لي اكسسوار ودهن اكسترا كولور وبيستولي ايواتان.